كان في مكاتفه هدف. اوكي دي حالات مباراه الجونه والاسماعيلي. وخلينا بس قبل ما نتنقل لمباراه الشرطه مع الزمالك عايز اقول انه طاقم التحكيم هذه المباراه ايهاب اشرف رشاد وايهاب اويس وشريف عبد الله اداروا المباراه الحقيقه جيده جدا وما فيش شيء نقف عنده ونقول فيه هناك خطا تحكيمي كبير في هذه المباراه. اذا واحده من المباريات اللي اديرت بشكل رائع تحيه لطاقم التحكيم ممتاز. روح مباراه الشرطه مع الزمالك هنشوف اول حاله في المباراه عندنا في الدقيقه 16 نشوف مع بعض هنا فاول وانذار للاعب الزمالك يلا ادي اللعبه وادي الحكم متواجد والكرت الاصفر مباشره لانه ادي التهور وفي الدخول والاعاقه والقرار صحيح. نعم طيب هنروح لحالتين عند الحكام المساعدين او الحكم المساعد الاول وشفنا هنا حاله رائعه واشادنا بيه وقلنا سر احتساب انه عدم احتساب التسلل اللي هو مش موجود وجود الحكم المساعد في مكان نموذجي امام اخر ثاني مدافع ثم اللعبه الثانيه وجود الكره هي امام الجميع. الحاله الثانيه قدامنا اهي هنشوف هتتلعب الكره في المرة الأولى، المرة الثانية راحت للاعب في موقف سليم. برغم إنه كان هناك ثلاث لاعبين في موقف تسلل. اللي هي دي بس وقف، لا وقف عندي. وقف عند لحظة لعب كمان، ارجع كمان، 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 أيوه، بس دي عند لحظة لعب. زي ما اتفقنا في ثلاث لاعبين في موقف تسلل، ولاعب في موقف سليم راحت عند الموقف سليم. يبقى هنا التركيز عالي عند الحكم المساعد وترك اللاعب يمشي. طيب، نشوف هنا فاول تستحق الإنذار. ليه؟ هات اللقطة من الأول. هات اللقطه لا قبل دي اللقطه الاولى عشان انا بس هوريك حاجه فنيه اربط بينها وبين القرار التحكيمي. نعم ان هو ايه وجود هجمه مرتده ووجود عدد كبير اهو دي كانت هجمه مرتده. شوف كل لعيب الزمالك راجعين عشان يلحقوا الراجل ده. اذا هنا الهجمه المرتده لما يتعطل اللاعب هو عارف انه ده خطا تكتيكي يبقى كان يجب الحصول على انذار. خلي بالك اللاعب ده مين؟ ابراهيم صلاح. نعم تمام. يبقى هنا كان ايه ابراهيم صلاح هوري لك ليه بعد كده. اوكي هنا كان يستحق الانذار كان يستحق الانذار لم يحصل على الانذار. تمام نشوف هنا في التماس يعني هنا هو الخارجه خلاص يعني الكره واضحه جدا ما فيهاش اي واضحه جدا على لاعب اتحاد الشرطه. تمام اتحسبت بشكل عكسي ده هي رمي التماس ولكن لما تحصل بهذا الشكل يعني ايه. طب تبرر هنا ايه يا كابتن جمال؟ المساعد اداها نقف شويه بس بعدين يعني المساعد اداها للزمالك ولكن الحكم اداها للشرطه. انا مش عارف ايه يعني بالرغم ان الف به الرميات التماس بتاعت المساعد مهمه الحكم المساعد والحكم المساعد اخذ القرار الصحيح بالظبط وده القرار الصحيح. احيانا التدخل الزائد والثقه الزائده والقرب من حالات مش بتاعتي انا اصلا بتخليني احيانا افرض رايي اللي هو احيانا بيبقى مش صحيح ويهز الثقه من جانب المديرين الفنيين والكلام. نعم يعني هي رمي التماس. اوكي ايا كان بقى ايا كان بص لانها مثيره للعجب شويه هذه القرار الرايه واضحه القرار لصالح تمام. الزمالك تمام. هو ده عكسيه تمام. نعم طيب هنروح لحاله من حالات التسلل وايضا طبعا الكابتن حسام هنا طبعا يعني كانت قدامه نشوف الكره دي طبعا لما حاله دقيقه ارتدت للاعب لا انا ايوه عايز دي عايز لحظه لعب الكره محمد عشان هي دي اللي هنبني عليها لا خلي الكره ايوه دي لحظه لعب الكره حط لي بقى الخط بتاعنا عشان نشوف اللاعب ده في موقف تسلل ولا لا عند لحظه لعب شوف بقى مايل بايه يا كابتن مدحت نعم لجسمه هو قبل الخط نعم هو قبل الخط وتقريبا على نفس الخط مع اللاعب في كل حاجه الا يمكن كتفه يمكن جزء من راسه. انا عايز الناس تبص على المساعد كمان يا كابتن شوف المساعد فين موجود على خط التسلل ده سبحان الله ده واقف 10 على 10 ما هو ده السر ما احنا جبنا حالتين في هذه الحاله جبنا استحاله شوف دي لعبه من الالعاب الصعبه جدا جدا ودقيقه جدا لما بنيجي نتكلم عن سنتيمتر نعم نتكلم عن سنتيمترات يعني عارف لو الكره راحت للاعب اللي وراه مفيش تسلل اوكي اللي هو ناحيتنا ده قريب ده مفيش تسلل لكن هنا خط التسلل اهو ورانا ان هو مايل بجزء من جسمه تمام اذا القرار صحيح والقرار دقيق عند الحكم المساعد الثاني
اللي هو محمد لطفي اللي هو ده. تمام أوكي. تعال نروح الشوط الثاني. يلا عندنا في الدقيقه 65 تقريبا 64 تقريبا عندنا هنا حاله فيها فاول وانذار لمين؟ ابراهيم صلاح. اوكي نفس الحاله بتاعت الشوط الاولاني بس دي فيها شد بالظبط واضح. تمام يبقى هنا انذار صحيح. نعم انذار صحيح وكان يستحق انذار في الشوط الاول. ما اداهوش الحكم الانذار بتاع الشوط. اوكي الحاله اللي بعديها انذار لاعب الشرطه. اللاعب مين اللي خد الانذار ده؟ مش رقم 9. نعم اللاعب ده اللي خد الانذار اللي هو اهو اللي دخل انذار قرار صحيح والانذار مستحق. نعم طيب هنا حاله بقى ايه صراحه غريبه شويه. علي رابط رايح انفراد. رايح انفراد بالجول وقف. انا افتكرت فيه تسلل. الحكم المساعد هنا بيطلب من الحكم يديله انذار. شايف لو اقف شويه على النصر معلش الحاله. اقف شويه على الحاله. لا ايوه هنا الانذار القرار كامل عند الحكم المساعد. اللي هو ركله حره مباشره ضد الزمالك وانذار للاعب الزمالك الاثنين من عند الحكم المساعد. هو صاحب القرار مش الحكم. يعني هي الاشاره دي انذار. انذار ولا هاندبول؟ لا لا دي انذار. انذار دي بيشاور له على المكان بتاع الانذار. جيب يديله جيب الانذار. اوكي تمام. دي جديده بالنسبه لنا. ودي ركله حره مباشره لصالح الفرقه دي يعني لمسه يد. تعال نشوف اللعب. الراجل لما بينط فوق ده عايز يطلع بالكره يلعب الكره بصدره. تمام الكره لم تلمس ايده بالمره خالص يعني هو بيقفز لفوق. تمام من حظه السيء ان الكره بعدت كمل اللقطه راحت عند دماغ اللاعب خدها هو ما لمسهاش وخرج بره اللعبه. وبعدين جات له مره ثانيه. لما جات له مره ثانيه لما خبطت فيهم هنا انفرد بالمره بالظبط. تمام اذا هنا خطا كبير عند الحكم المساعد انه احتسب خطا غير موجود وانذار غير مستحق وحرم الزمالك من هجمه واعد. بعد كده الكره جت للاعب عن طريق الصدفه بقت هجمه. انا هعتبر دي لعبه ملهاش علاقه باللي احنا بنقوله. اوكي لكن بالفعل هي نفس اللعبه راحت للاعب. صحيح تمام. طيب يبقى نروح للحاله اللي بعديها. نشوف يعني احنا يعني هنا هو عمل بايديه يعني هل الحركه دي مدى ما جاتش في ايده مفيش مشكله حتى لو رفع ايده بيهوش اسمها لمسه يد. لمسه يعني لازم تلمس. مفيش محاوله لمسه يد. في حاجه اسمها لمسه يد بالظبط. المحاوله موجوده في حاجات تانية غير لمسه. طب ما في سوء سلوك او الكلام ده في الحاجات دي. شوف يا كابتن انا طالع العب ورافع فاتح ايدي عشان اعمل توازن لصدري. ايدي كانت ممدوده شويه راحت في سكه الكوره ما جاتش فيها هل اوقف اللعب انا؟ اوكي خلاص موقفش اللعب. اوكي تمام. طيب هنروح هنا لحاله تسلل. هل يوجد تسلل؟ لا خالص مفيش تسلل. نشوف الحكم المساعد اخذ قرار صحيح. اخذ قرار صحيح نشوفها. يلا ادي اللعبه دي سهله. سهله جدا بالنسبه للعبه اللي فاتت سهله جدا. يلا اتفضل مفيش تسلل قرار صحيح. اتفضل اوكي حكم مساعد اهو بيجري والقرار صحيح والكره ضاع منها هدف كان ممكن يكون هدف محقق. نعم روح للحكم المساعد الثاني برضه بالاشاره لخطا. ده كان في الدقيقه الوقت بدل الضايع في اخر تقريبا وقت. نعم يعني في وقت برضه صعب شويه. يلا ادي اللعبه. نعم وريها لنا بعد اذنك يا نصر. ايوه اتحسبت لمسه يد اعتقد. رايح ايوه على لاعب الشرطه. اللاعب هيتجنن. ادي الكوره نزلت فين؟ على رجله. نزلت على رجله وقدام المساعد وبيبعد ايده يا كابتن مدحت عشان ما تجيش في ايده بالظبط. يعني هو مش عايزها تيجي في ايده. ولكن تم احتساب خطا. هو صعب جدا يشوف اللعبه دي لان لاعب الزمالك المفروض مداري عنه. المكان هو حسبها بالاحساس مش بالرؤيه. شوف كابتن مدحت التدخل اللا معقول هو اللي ولد الاخطاء. احنا شفنا الحكم لما تدخل في احتساب رمي التماس مش بتاعته اخطا. نعم لما الحكم المساعد تدخل في احتساب لمسه يد مش بتاعته خالص. اخطا.